على مكانه بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب اروح ازاي؟ خدي معاك على طول يا اخي. انا ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني، بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محو ام الدنيا. محو ام الدنيا يعني في الله. يلا ربنا شايفك بقى، انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا حبيبي. تسلم يا باشا حبيبي، شاكرين قوي. انا مش عارف انت اللي بهرجت ويا افندم ويا ايه، مش فاهم انا انت ايه. ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي بهرجت ويا افندم. يا راجل اجل انت تحت. ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ النهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر، عدى من جنبي وبيجري. في ركبك. ما انا في حزه الطابور اهو يا حضره العمده، بس انت اللي محمل علي. انت يا سلغندور، انت يا اخويا اسلب طولك شويه. ما هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عمده. ماني واقف اهو صلب عودي زي الشجره الميته. اعمل ايه تاني يا ناس؟ اهدى يا ولد، بطل ولوله زي النسوان يا واد عيب. اخرس بقى، هاني عايز مصلحتك. لا اقف، ارفع راسك لفوق، واياك تخاف الموت. طب ما تيجي تقف معانا في الطابور يا عمدي، وارفع راسك لفوق، وتبقى مثل يحتذى به. ايه؟ طب ومين بقى هيراعي نسوانكم وعيالكم؟ ليكوا من هنا غيري، ابوك العمدة. ما هو دي اللي مصبرنا على الموت يا عمدة. دي والله ده مصبرنا على الموت. بس خاصمك النبي يا شيخ، وصيتي ليك عيالي، مرتي وعيالي امانة في رقبتك. مش مرتك وعيالك بس يا ولد، دي نسوان وعيال البلد كلها امانة في رقبتي. هو ده اللي قدرك عليه ربنا يا عمدة؟ يا دي عبيط افهم. الانجليز دول لازم نسبك عليهم الدور. يعزمنينا يعني مسلمين وراضيين، لكن اللي في القلب في القلب، وفي الاول وفي الاخر ده نصيب وحكم القدر. حكم الانجليز واللي بيوالسوهم يا عمدي. الله في سماه، لولاكش داخل على موته اني كنت موتتك بايدي وخنقتك. وادي علوان، شوف الزفت الكلب ده. ما توقف عدل يا جدع انت، وخلي عندك نخوه. احترم الدقيقتين اللي فاضلين لك من عمرك. هو حتى كمان الموت بقى فيه مليطه؟ لا 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 يا علوان، لا بالراحه عليه. ده راجل، ده
حبيبني وبيننا وبينه عيش ومال. قلبك كبير يا حضرة العمدة وصدرك كله حنية. أعمل إيه يا سخنة؟ ما هم كلهم ولادي. بشراكم بشراكم أهل دنشواي. أحب أبشركم الليلة إنها ليلة هني وفرح وسرور، وعلى الله كده يكون كل واحد فيكم فائح حمومة محترمة ومعتبرة ومتعطر. ليه؟ لأن البيات الليلة دي حتكون مع حور العين، دي مكتوبة لكم مع إن أنتوا ما تستحقوهاش. لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في كرم الله الذي ليس له حدود؟ أنتم محاظيظ، أنتم لكم كل الفضل والخير في هذه الليلة. ماذا أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. مساء الخير. هو المطرود ده بتاع ايه؟ ها؟ والله؟ والله؟ اه عشان كده بقى. ايوه. ايه استنى عندنا زغاريت بتاعت حريم كده وزيت وسكر. زيت وسكر؟ يا ساتر يا بابا. ما نحبش الخير لبعض ابدا. انتوا ما انتوا شعب بصوا انتوا ما تحبوش الخير لبعض ابدا. ولعلمك لو ده طابور انتخابات حتى ها؟ لا الزيت ولا السكر هيجيب فايده، لانه لو بالزيت والسكر كان عبد الهادي الحلواني مسك مصر ومن فرع باب اللو كمان. يا عم ما تقول ده بتاع ايه الطابور ده؟ ما انت مش هسيب امك النهارده ما تقول لي ده طابور ايه ده؟ داخلين نتشنق. ده فيلم جديد؟ خيه وعملوه وحبكوها جامد. ياه. ايوه. ده الفيلم ده بتاع مين طيب؟ بتاع يوسف جاهين؟ فيلم؟ انت عبيط يا جدع انت؟ يا اخي يا اخي هنتشنق هنتشنق. الانجليز ولاد الكلب افتكرونا من الصوار قاموا هيشنقوني. عارف عارف الطابور ده كلاته هيموتوا مشنوقين. يا عيني وانت معاني. لا والله. خمار انت خارجه بره الطابور ليه؟ رجعي الطابور يا خماره يا كلبه. لا لا اصحى بقى، مش الفيلم اللي اتقالوا خماره. خمارة دي أدهلك عشان خاطر رواجب الضيافة، إنما الكلبة دي أنا ممكن أروح لك مضابة. المفتاح والباب وخمارة والإنجليز. بس عرفت أنا نزلت فين، بس خلي بالك خلي بالك أنتوا مش هتقعدوا كتير. ها؟ اتعمل عليكم ثلاث أفلام، الذكورية وبين الأسران والمهلبية. لحظة واحدة. امسكتوا الخمارة دي لازم تتشنق. يا عم حمارة مين بقى؟ اصحى يا عبد الحاج، اصحى للنادى يا طلبنا السيادة. انا بص دي بص اوعى ما فيش اوعى يا دي لازم تموت اول واحدة. اصحى للنادى سخونة خش بقى. انا النادى اللي ما بيعرفش الحاجات دي بسيط اتفرجوا يا رجالة. وعهد الله الراجل ده زعيم ولازم نمسح على خطاه ونعلمه اللي بيعمله كمان. Let's go!
عمدة. اهدي الواد ده اكيد مجنون. هو حد يستجري يطول على سيادنا الانجليز غير المجانين؟ بس الواد ده يعني خايف لو يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عمدة طلع زعيم بحق وحقيقي، هاني اقول لك احنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار، والانجليز اكيد مش هيسكتوا. نقف احنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمدي حكيم. امال ايه يا ولد؟ هو عمدتنا دي اي عمدي؟ ده عمدة مطرح ما ترشي دقيلي. وانا هدقيلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا يلا بينا. يلا نفخنا. صوتنا منين؟ من نفخنا. انا ما حدش دعاكوا على غلط انتوا مش عايزين تعملوه. لا ايوه، لان احنا خلاص النهارده يوم الاستقلال. ايوه النهارده يوم الجلال. ايوه كفايه بقى، مصر شالت فوق طاقتها ناس كتير. ايوه الحقوها قبل ما يروح الفطير. ايوه وتحيا يا ناس. تحيا يا مصر. تحيا يا ناس. تحيا يا مصر. تحيا يا ناس. تحيا يا مصر. نموت نموت ونحيا عندنا. وهيسا هيسا 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 عندنا هيسا. بس يا بنت طويلة، هو انا كل ما الاقي راجل تطلعوا لي كده زي ما كنت وابي؟ يلا كيش حدي وهي ده بقى كيش حدي ماشي بقى. يلا يا بنت خوري 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 خوري. روح زي ما انا قلت لك بقى نعمل كده. اسمعوا رجاله. ايوه احنا هنروح نحوط على البلد كلها. ايوه عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليز الكلاب دول. نقول قولك. يلا بينا. يلا بينا يا رجاله. يلا بينا. شفتك وانت شفتك كنت بتوزعي البنات صحباتك، يعني بتوسعي سكه كده عشان انت معجبه بيا، يعني حسيت انك معجبه بيا. فانا شايف ان العلاقه دي شويه اوفر شويه، سن سخنطاته كده اوفر يعني. ايوه هو مش بيقولوا ان في غراب بين قوي لبحي؟ اسيبي في ايه؟ غراب بين قوي لبحي؟ لبحي؟ ايوه يلا قصدك من اول لبخه. ايه يعني الرزله اللي ورا دي؟ بس يا بيت بقول لك ايه؟ نبي عسل. انا اللي عايز اقول لك ان انت عسل نكرر. اه يعني خيوب علي لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من جنبي. والله القلب بقى هنا دلوقتي. بين ساعة ما شافك حدف يبين. يبين؟ ده ايه السحرات الثلاثة اللي ورا دول؟ ايه دول؟ يوه. طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية؟ لا اوعي تقول على نفسك خدامة، لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا
وانت من الاحراز يا اتوح. انا عارفه اسمك. والنبي. ايوه. طب انا اسمي ايه؟ سليبي. ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي. لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي. يعني انا حد بيقول لي سليبي. يعني ها؟ اوبا ليه؟ اوبا ليه؟ والنبي عسل. لا انا اسمي الليمبي. لا بقدرش. لازم اقول لك سليبي. بقدرش اقول لك لبي. سليبي. عشان انت مهذبه. ايوه. فتقول سليبي بدل لبي. ايوه كده. طب ما تيجي. ده بص عاملين ازاي ده غلس قوي. ايوه بس يا بنت تقول ده غلس قوي. ايوه. تعالى مفيش هنا اي كفى شوب. كفى شوب؟ او انت رل. في كوشة شابة أو في رزان زمان؟ تقصد دروة؟ دروة؟ ليه وانا عليا أحكام ولا إيه؟ بس لا شيء دروة دروة يعني. إيه وكنز إيه؟ ومخبي السر ومش عايز يقرب الحال. وكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فتة. وبالده أردب قبح. وبالده بطين. ده بستلف بني بليب اشترى بيه حلوة طحيني. بليم؟ ايوه بليم وجاب بيه حلوة طحيني. ايوه ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم؟ ايوه امال ايه واخد الكنز حجي قال ايه لبى يظهر الكنز هيسدد واخد بغلبه فيه نزلوا فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك. هو عادي كان عشان خاطر يتعني. ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بينه تلاقيه مبديون مش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه. 50؟ واضح ان الباب المره دي رماني عند محمد ابو سويد. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا بلاش سليبي دي بقى. يعني ارفعي الكلفت. ها ارفعي الكلفت بيني وبينك كده وشيل السين وخلي لبي بس عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش. ما اقدرش. انت سليبي وهتفضل سليبي. يا بنت ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سليبي سليبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز من اساسه؟ ايوه يا بت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بت بقى ايوه بقول لك في كنز. خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. الدنيا شغاله هنا. كنت صحي حكايه الكنز يا ولاد؟ ايه يا بت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سليبي. خديني انت بس عند الزرازير ها ونروح نجيب الكنز وناخد انا وانت بقى بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي بقينا دي. عيش يا بت هنغنغك. بصي هلبسك لؤلؤ في المصحف هتاكلي اكل بقى. بس انت يلا خديني هناك. استبينا هاجي معاك. انا لا فضلي عين ولا تقيل. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي شكل كده يعني من واحده اعرفها اسمها بسبوسه وواحده ثانيه اسمها هند. وشك قريب منهم كيوت. وشك كيوت. دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا ده مش اخوات ده يعني حاجه هقول لك انا عليها في العقارب اللي هنستعجل يعني عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليكي. الا قول لي يا سليبي. ايوه. هو انت بالدرويش؟ بنورنيش ايه؟ درويش؟ درويش ليه؟ بتأخذنيش يعني يا سليبي. لبسك كده غريب، الجلابيه والعبابه والجزبه. واضح ان اصل ده موضوع انا هيطول شرحه فانا ايه عايز بس لان معلش ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده. ايه؟ انا هجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ ايوه. متفهم ايه بقابك دي يا فتحيه؟ على فكره انت لازم تعملي اللحنيه وهتخلصي. لازم يحصل فتحه في اي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع ده. تكسبتيش يا سليبي؟ يا بنت انت تكرهتني في السلبات. عاش يا زعيمنا. الناس دول عاش يا زعيمنا. عاش
الناس بترحب بك يا سيدي، انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا ولادهم، جيت انت ونجدتوهم. ده نحييهم يعني. عاش الزعيم، 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 عاش الزعيم. يا ايها الزعيم، ايوه لقد حررتنا واكرمتني. ايوه صلاح الدين بعث من جديد. ايوه صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين. ايوه والزعيم حررنا من الانجليز. ايوه طبعا. العين لا ترى سواك. ايوه والقلب لا يعشق الاك. وايه النهارده جمعه ولا ايه؟ النهارده عيد ولازم نحتفل بيك. ايوه دخلتك بس انا حصلنا عندي مشوار كده يعني، وفي بقين عايز انطرهم كده مع القطه يعني. ابدا والله لازم نحتفل بيك. ايوه زي ما اتفقنا يا رجاله. ايوه احنا هناخد الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمده. ايوه لازم نحتفل بيه. امال ايه؟ يحيى مصر، يحيى مصر، نموت نموت ويحيى الليمبي، نموت نموت ويحيى الليمبي. هيا المصريين الاحراز. ايوه المصريين الاحراز. ايوه وخذوا كل ولدنا من بطنات امهاتنا احرازا. ايوه من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور. والسبعه دي هي اللي احنا عايزينها لانهم خلوهم ضيق. أيوة. هم دول اللي ينفعوا بالثوره. ايوه صحيح مش كده ولا ايه؟ لازم نتكلم في حاجه زي كده. ايوه ونتكلم في المرتبات بتاعتنا. احسنت ما نسكتش على 15 قرش بس. ابدا لازم يبقى مش اقل من 35 لتر. ايوه طبعا احنا مش المفروض كده. ايوه امال ايه؟ انظروا للحنفيه. أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش. إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش ترعة؟ مفيش ترعة ناشفة؟ الترعة جفت؟ الله. يعني احنا لازم نجيب مية وترعة. أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت. طبعاً. واللي نعدي على الترعة لازم يبص على الملح. يعني يلي على الترعة. ايوه حول على الملح. يلي على الترعة 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 حول على الملح. بقى بيوجعني. ليه؟ لسه بيوجعني. ليه؟ بقى بيوجعني من المشي امبارح. يلي على الترعة حول على الملح. رجلي بتوجعني. بقى بيوجعني. لموسى، لموسى، لدى يا ريت، لموسى، يا ريت، يا لموسى، انت ريت، تعال لموسى عادي من هنا. يا ريت لموسى، يا لبيس، نبم العرب هذا مثل سيروزا. أنا 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 أسوأ، أنا أسوأ، أدوتو، أنا أسوأ، جدو، جدو. تاريخ المهن المشرف بيرهر كله قدام عينيا. الله يخرب بيوتكم. الله ما عارف اعمل ايه. ها اولاد ايه؟ انت عندك ايه؟ في حد؟ في حد وقتي؟ انت شايفه؟ انا بالصالحة. انت صالحة؟ لا. يعني في الفرن؟ في كده. ونعمل نفسنا ان احنا موجودين في البيت العام كتير. ماشي ماشي بس براحة. انت شايفه جده في حته؟ شايفه جده؟ اجري بس روح. طيب طيب اجري. يا لميس اجري. يا لميس ما تزال هذا فعل. لميس انتوا فين؟ يا لميس يلا هلا اهو اسكتي اجري بس نسيت بقى وده حاجة غريبة جدا. انا بطلبك انت قافلة تليفونك ليه؟ ايه جدو احنا كنا في الجنينة بنشم هوا وبنلعب. يعني ما خرجتوش؟ ايه ده؟ وانا كان ممكن نخرج ونبي ما قلتليش ليه كده يا لموسه؟ كنا رحنا جامعة الدول العربية وكان كشري عندي فرغلي
مش ان الربس حق عصير القصب. سكر سكر يا تحت سكر. انا ما فيش حاجه كنت بطمن عليكم يعني. لا احنا كويسين جدا يا جدو. طب انا كنت عايز اتكلم معاك شويه. ماشي. ترى هو بعد الرقصه دي حضرته دي في فريندز. فريندز ماشي ماشي هاتي. انت انا بنزل فين؟ اهي اهو. ايوه برافو. ما عايز حبيبتي انا هصدرك بعد هذا موسى. ماشي كده راح بس مش عايز اجيب لك سيد المكتب؟ لا بتزعب ولا خلاص ما انت بتزعب؟ الله ناس خلاص تزعب على خير يا ميزو الاقي ضغور اسمعي انا مش عايز احرمك طبعا ان انت تقعدي مع عطاطا لكن بيني وبينك انا خايف لان لسانها زفر انا خايف لا طرقتي منها كام لفظه ولا كنت تبقى مصيبه ايه ده لا طبعا دي رقيقه جدا ونضيفه قوي من جوه يا شيخه ايوه يا مولاي دومي يومي يومي اسعو غدا انا والنبي ترارارارا اسعو مدومه والنبي ايه القطط اللي عملتيه في اوضتي ده مغسل هدومي هدومك طب ما احنا عندنا غساله طب افرض النور قطع جوزك يعمل ايه ينزل وسخ بس النسوان ويتريق عليك والست دي معفنه الست دي مش مهتميه بجوزها يا قططها مش متجوزه يا بنت انت اللي تركزي لازم تتعلمي متجوزه او مش متجوزه بصي لازم تتعلمي تعالي تعالي اجي تعالي اقعدي يا بنت ايه اقعد امسك الحته دي امسك انا معلمك حاجه جوزك هيحبك عليها ام راسي معاك انت تغسلي فانيلة نملة انزلي اغسلي بايدك كده كده هاتي عافية نبلة هاتي عافية كده هاتي عافية بيتك كده بخاصة كده خلاص اهو امرات الجامل ايه جميل قوي يا سوري يا نهار اسود ايوه امرات كده ايه المصيبة دي في ايه؟ خلاص كده حلوة قوي في ايه؟ انت بتلبسها بقى انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت بعدين ايه؟ بعدين ما تبقى ست بيت ست بيت؟ ايوه جواز ايه ونيلة ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات يا سلام طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحتة واحد محنك معهوش النهارده ايه؟ ايه؟ قومي بره قومي كلميني بره ايه يا جدو في ايه ما براحة شوية مالك؟ قومي قومي يا ست قطاطة ايوه كده مين يا قلب اهو انا عارفة العرض من جنب فلاتة راحة اهو وراح فين؟ طلع بره يلا طلع بره؟ لو غبت عن خمس ساعات ماشي لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده بيتعالي حقيني يا طاطا تعالي بقى ماشي يا ابني جاي اقول باب اللي مش عارف هو فين وبعدين اجي فين انت عايز ايه تعالي اقعد عايز اتكلم معاك انا مش عارف بس يعني ايه ايوه عادي يا اختي عادي اهو ايوه انا منك مش عارفه ايه نعم انت ايه اللي بتقوليه ده انا بقول ايه افرض اتجوزت واحد كحيان وتضمن وطير السلك تعمل ايه انا اللي هو عباس هخلي حفيدتي تتجوز واحد كحيان ولا عدمان ايوه ده حد ده من عمره ما يمكن وانت قاعد دلوقتي وفرمك ترماي وانت قاعد هتقدر تتكلم؟ ايه؟ ولا حدايه معديه راح تخسرك كده وخلاص خلصت الحكايه، ما بقاش في عباس النهري ولا غيره، تعمل ايه؟ انت بتفولي عليا يا وليه ليه ربنا ياخدك؟ يا راجل ولا بحب ولا بتميل ولا بقول يا عباس بيه يا عباس بيه فهم شويه البيت لازم تشوف وتعرف وتحب وتتحب ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه؟ حبي ايه وتتحبي ايه؟ البنت لسه صغيرة. صغيرة دي ايه يا عمر؟ ما ليه صغيرة؟ أنت عارف وأنا في سنها كده كنت عاملة إيه؟ كنت ماشية مع نفسي عساكر الإنجليز في مصر. ده حفيدتي وأنا مربية تربية صح. يا أخويا بقى ولا مربية ولا منزلة ولا بتاع بقى أنت مش عارف مفيش حد عارف يكلمك بعد بالبيت ولا إيه؟ إيه يا عباس؟ مالك؟ مدفوق كده شوية. صحصح كده شوية يا عباس أنت جيت في مرة كده دي واحدة كده رحت جايب لها صباع رز جبت لها صباع رز مرة كده أنت فاكر؟ جيت في مرة رحت جايب لها مسكرة
جيت حسيتها مرة كده في مرة من مرات كده إن هي بنتي وكبرت وبقت عروسة وبقت حلوة وطلبها الأكان وتقعد بقى تتشرط وتحط رجل على رجل وتقول لي أنا مش عايز العريس ده، لا أنا عايز العريس ده. فين الحاجات دي؟ أنت جد أنت؟ تسكتش على كده؟ أنا ما بحبش أسمع الكلام ده، تحكي حواديت وخلاص. خلاص يا أخويا ما أنا ارتاح. أنت ما أنا مش عارف معاك أي حاجة خالص كده، ما أنت راجل ما تتعاشرش. طلقني، أنا مش سايقاك. عسل شربات بتخش القلب كده يا اخي. وانت والنبي عرفتي على طول بتخش برضه القلب. وكمان جمال وانوثه، تحبي منظمبلي، تحبي باديكير، مانيكير، ادعك في كعب رجليكي، اعمل لك مساج، انا بحبك قوي يا انوثه. والنبي عرفتي يا محسوره، انا بحبك قد الكابينيه. اجيب لك تاكلي؟ لا لا مش نفسي هتاكل. حاضر يلا يا بنتي نحمد وهات الاكل. يا معلم. وانت على طول ما عاد الراجل ده معاك في الزنزانة؟ يا اختي باخد فيها ثواب، خدي كلي. لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ لو ما كنتش انت تمتعني مين هيمتعني؟ نبي البنت دي صوتها حلو قوي، ممكن تعمل شيرين قوي او لولو. يا اختي شربات كلي يا اختي كلي. انا هاكل بعدين بقى عشان خاطر انا نفسي دلوقتي مزوده. لا 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 كلي يا اختي كلي. وشك اصفر عامله زي الواحده لما تبقى نفسها بعد الولاده. كلي كلي يا اختي كلي. الاكل هيبرد بس كمان شويه عشان خاطر انا هيبرد الاكل. كلي بعدين يا ستي. كلي يا اختي كلي يا اختي كلي. انا عامل زي طعميه. لا فضلت خيرك كفته. نعم النبي والنبي كفته. جبتها؟ اه كلي. داني داني زلوتي زلوتي. هلا رأيك حلوة مش كده؟ كلي يا اختي حلوة قوي. كلي كلي. ليش ايه رايك في الباروكه دي؟ حلوه فرايا سمير. مالك؟ انا عايز حق في عمليه قطاطع على داير مليم. وبات الكلام فرايا صالح ما تفتح. حاضر حاضر يا سعاده البيت. حاضر. هيا يا عم صالح. ازيك يا سمير؟ ازيك يا ليلى؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا حبيبتي. الله يا بابي دي باروكه، ممكن العب بيها شويه؟ لا يا حبيبتي دي بتاعت الشغل. بابي حبيبي جايب لك حته هديه، تعالي معايا اوريها لك. يلا انبسطي بقى. مالك يا سمير؟ في حاجه بينك وبين شعبان؟ لا مفيش. ما تخبيش عليا. في حاجه يا صالح؟ اسمها ليلى، جوزك لايف على حته جديده بس شكلها قلبت غرام وهيام.
ازاي؟ بعدين هقول لك. امتى؟ قريب هقول لك ما تقلقيش. العزل ريس. طمنا عليها يا دكتور لو سمحت. هتقولي ريس. ان شاء الله لو عدى 24 ساعة على خير نبقى عدينا مرحلة الخطر. 24 ساعة؟ يا سيدي اللي عدى ال 179 سنة اللي فاتوا يعني عدوا ال 24 ساعة دي. بعد إذن حضرتك. لميس. لميس إيه بس اللي أنت بتفكري فيها دلوقتي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ سرقتوا مني إيه، كلية ولا تحاضر؟ تمضر؟ ولا خط الممر؟ ممبر؟ أنتوا خدتوا مني إيه؟ عملتوا عملية فتحتوا فين؟ أنت فتحت فين دراعي عشان تسرقوا مني دي؟ وأنا دكتور أنا مالي عملية؟ بس أنتوا ذكرت الأعضاء؟ نعم؟ أنتوا بتنتجوا في ذكرت الأعضاء؟ أعضاء مين؟ إيه اللي أنتوا معلقوني ده؟ ده الجلوكوز. جلوكوز؟ لا أنا مش عايز جلوكوز، أنا عايز سوبيا. سوبية إيه؟ بس ما دام عايز سوبيا، عايز سوبيا أو خمر هندي. مين؟ خمر هندي. خمر هندي مين؟ وأنت اللي حاطط عندك بدل يا عمر فين لميس؟ يا عمر؟ أيوه فين لميس؟ لميس أنا كلمتها وجاية لك. لميس. الله. أنا عايز لميس. هو أنا مت ولا إيه؟ مت فين؟ ما أنت بتنيلة قاعدة أهو زي القرد. اصحي كلميني. اوعى ما تجيش جنبي خالص. فين لميس؟ لميس يا حبيبتي يا عزازه يا موسى. عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشيني قوي. انت كمان وحشيني. شوفي حاطين لي الابره في دماغي. سلامتك. حاطين لي الابره. مش انا ده الدكتور. سلامتك يا قطاطا يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ ايوه انا ما اقدرش اتاخر على قطاطا يا جدو. انا بتضايقني. ايوه يا بطي. خلاص خلاص العبوا مع بعض. أنا مستنيكي في المكتب. ماشي. مع السلامة يا بيسو. بيسو. كيف عملوا فيا إيه في السجن؟ خضتيني عليكي، عملوا فيكي إيه في السجن؟ حطولي سم. سم؟ أيوه سم في الأكل. حبيبتي يا قطوطة بعد الشر عليكي، أنتِ لو جوالك حاجة مين هيحكي لي حواديت؟ أنا حبيبتي أنا أحكي لك تاني أجي لك وأنا عفريتة حتى. الرشوة أهي. إيه ده؟ إيه؟ إيه دي بطاطس؟ لا شوكولاتة. بطاطس إيه؟ شوكولاتة؟ أيوه. شوكولاتة؟ أه. ونبي؟ أيوه. حلوة أوي. حبيبتي. مين يخليك ليا؟ ويدلعك ويسجنك ويعطيك وياخدي حلوة يهودي يمطك، ياخدي حلوة يهودي يمطك. أم 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 أم. خلاص دلعتيني وهنمتيني، بقى إيه اللي حصل؟ حصل إيه؟ هيكون إيه يعني غير الحدوتة؟ يلا. حدوتة؟ بيت إيه؟ الليمبي. الليمبي حبيبي أهو. جاي لك اهو وزي ما قال كلوكوس. لحنية بتاعة فتحية. انا اطلع لها ريسه ازاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي هيسرقوها ولا ايه؟ دبانة ايه يا سليبي؟ الديانة الديانة بتربصين له في كل حتة. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. اه ده اللي جنبه ده. ايوه هتطلع في بين في شبال. ايوه في بين ده في شبال في فوق في تحت في بطلة في بين في شبال في فوق. يلا 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 في تحت. يلا فتحي. يلا وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنانا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمدة يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمدة، الصبر حلو وكل وقت وله اداء، واللمبي ده تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعاً كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لعراك يا علي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح الكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ أنا الليمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانة والرجولة والادب.
لم بالسيده زينب وعارف يعني ايه الاصول، مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوق خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ والنبي يا عم انا مش مسيادة زينب والله، يا رب ابوك يحبك. طب يعمل عمره، طب يركب طعم دواسات وحياة امك لاجيب اسمك بالمرور. لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بسلامي لاذبح جدي واوزع على البلد كليتي. عيب عليك يا راجل اختيشي، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز 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 سليبي. اللهم صل على النبي. انت ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. ارفع ايدينا على السلام. تمام، ده انا دغدغتكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عشان انا مش من المنطقه تضربوني؟ لا يا سليم. انا ضربك لو ركبت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ ولا فاكر يا فتحي، ولا فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحي. صدق اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا وفي حنيه كده وودن يعني بينه. قول لي انا بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ زعيمنا ما يتخضش يا عم، ده يخض بالك بزيد. يا عم استنى، انت مش عارف التنين اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا. وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى. وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا. وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغت، اللهم فتش. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده. رجاله ده الراجل ده شكله اللي ضربني اني. ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما اعتاد، وان كان العمه ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز اني هخلص عليك. خبر يا حضره العمده، اهدي مش كده، ساعه الغضب العقل بيذهب بيروح.
واني هعمل ايه بالعقل؟ انا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدي، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رأيي؟ اخرس انت هلا وحط بلغه في بقك. احنا يا عمده جربنا معاها الشده كتير وياما، يعني كانت عملت حاجه؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمدي الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمه؟ ايوه حكمه. اخرس انت. طيب يعني عاوز نعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خاف خاف يا نغه. افتح الباب يا خيخة. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هو بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه وفهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الإنجليز على حساب أهل بلده ويبيعهم بالرخيص. الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني أنا؟ أنا؟ إيه ده؟ هو الشيطان هنا؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، أنت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما أنت أعمى البصر اتكلم على قدك. أنت بتعايرني على إني أعمى. أنا صحيح أعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصير. اصفخس عليك عمدة معفن، عمدة هزو. انت واهلك اللي هزو وعيلة وطيه. ولا عنوان طخ الواد ده عيارين عديم الرماية ليه؟ البندقية ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مرة قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ جتك ده يا في امك. يمين بالله ثلاثة بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقة بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة الثلاثة يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريته للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي. هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان أحش بيها رقبة الكلب ده. سكينة ايه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا في الشغل لي. صلي على النبي يا راجل. يلا بس تعالى. أصلي عليك وتفي. الحمد لله الحمد لله إنني راجل أعمى عشان ما أشوفش الوجوه العكرة دي. الحمد لله على سلامتك يا ريم. الف سلام عليك. خلاص تمام. لحد الزيجي تاني. انا خفيت. انا خفيت خلاص. بطي يلا يا اختي انت وهي. يلا وعوني عرض كتافكو. يلا. ماشي يا فتحي. مع السلامة يا اختي. يلا يا اختي. يا هلا. واكبر. اختي. وفي برضو والنبي يا ابا علقيني على براد الشاي عشان اعمل كوبايه الشاي لسيلبي. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروح اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شويه. ماشي. عائلة متفهمة. سلبتك يا سيلبي.
ما بلاش سلب دي، يعني سلب دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده والنبي عسل يا بنت، ده انت بصي ده بصي في عينيك بحس ان في مصيص من الامل جاي في سفينه ميه، كفايه ميه كفايه ميه فتحية. لازم ننزل الحراره. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمانه نزل وغرق دلوقتي وبيقول انقذوني. خلاص يا سيدي ببلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترم بنفسك يا سيليبي. ماشي خلاص قربي شوية كمان. حلو كده؟ يا ريت بالراحة. العيلة دي أب عامل نفسه نايم وكأنه جاي له غبوبة السكر، وأم بتجيب الشام المزارع كده، وبنت قابزة على رجل. بتكسفنيش يا سيليبي؟ لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي. ايوه. خليك معانا يا عم الحج وانت نايم كده، ها؟ بص بقى انا فكرت في الفترة اللي انا كنت نايم فيها. يوه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ ايوه طب انا يعني هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجة. انت طبعا وجودك عند العمدة في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شوية ابقى داخل بحجة. ايه هي بقى الحجة؟ عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ ازاي يا بنت؟ انت رايحه فين بالاكل ده؟ خلص هرمي في الباسكت. ترمي في الباسكت؟ مش مرد عليك يا بنت، هتلعبي تنس ولا ايه؟ يعني ايه باسكت دي؟ هو فطيره وخلاص؟ انت مش عندك ناس كده وعندهم انت عارفه ان انا اعرف ناس عندهم مش جايين ياكلوا حتى نقمة خناشفة؟ بتاعت ايش؟ الناس دي لو بترمى عليها الاكل ده هتبقى مش هيبقى فيه مجاعة في البلد. صح صح ولا لا؟ قطاطا معاها حق، عشان انتي مفترية، في ناس حرام غالبا مش لاقين حتى قطعة سليزونوهية واحدة. اهو شفتي؟ مفيش حد لاقي زيتونية واحدة. طب بنتي بقى الاكل ده كله ليه؟ سيبيه انا هاكله. شفت شرط تقول لك مجاعة، مجاعة ايدي وليا مكرمشة طول ما هي قاعدة تلغ تلغ. شفتي مجاعة ايه؟ بدلينا ما يتحرموا. هو في مجاعة أكتر من أنا؟ أنا هاكل أبد. شفتي هتقولي الكلام مزوق وبعد كده تغمسه بالسم الهري اللي يهري بدني. يا بنت امشي، انا هنا سيدة القصر. سيدة القصر؟ ايوه كده، ده انا ابتدى عشان تسمعي كده. سيدة القصر امشي على القصر وشك. بقول لك ايه يا امي، انا هسيب لك سيدة القصر واغر من وشكوا خالص. امشي. مشيت. ما مشيتش وانت بتستنى دلوقتي. مشيت 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 خلاص والله. الحرامية دي مشيت. انت عارفاني دي حرامية؟ وهي مشيت خلاص. ما تسمعش حاجة تحت 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 يا تاتا. ما تستنى تحت تتكلم يا كان مساعد يا إكرام وما يحلى الكلام إذا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان في واحد اسمه إيه؟ اللمبي. أه اللمبي يا حبيبي يا لمبي. أه جايب البسبوسة وجاي أهو جايب البسبوسة. يعني يعني يا عمدة انت عايزني ان انا اطلق مراتي على اساس ان جالك خبر ان الليمبي اتقلب من زودياك في الطيارة ولا ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. انا منافق. انت منافق. انت بمنخرين. انت ما تخلص يا قلق، احنا هنقضيها بقى محايلة عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص ما ترمي من الطلعه يا والي. الله مش هطلع انا يا جدعان. يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا انت بوحد ده. في شر مين ده ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لا مؤاخذه دراعك بس يا جنب المامور لا اكون مفرغ الفرفر ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه توقف عنك وما تشتغلش. طلع ربنا يتقن يا اخويا ويبتليك بمرض يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني. ايوه انت ايه ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا ولد. قول ايه؟ زوجاتي فتحيه بنتي حسان طالع مني. ربنا يتقن منك يا عمده بحاجه. يا بني
بيبي عودة خد مني بحق ربنا كبير وشوك يا ابو سلام يا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا جزي شدادك يا بنتي يا قادر ماني لازم اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتي تحصلي بيه عشب ابليس في الجنه اخصى عليكي بتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم مش هحكي حاجه خليكم كده على نار بقولك يا بنتي يا فتحيه ما عندوش ابن عم ابن خال اخ ده انا حبيبتك لا يا اختي بقطع بيت شجر طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه يوه صعبتي عليا يا بنتي انت وهي هكلبهولكم بس على شرط يكون شبهه وكلامه مفكر شهد مكرر ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافكي ولا صلوش على النبي ويكون في طوله وفي عرضه ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز حاكم سليبي مفيش بينه انا عرفت بالحياة رايح فين يا سليب مش داخل الدار لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام ليه كف الله الشر انت ما بديش تحليني خلاص يعني ايه واللي حصل امبارح في ليله الدخله امبارح كنت تحليني انما النهارده ما تحلليش تحلليش بالك يا سليبي لا انت طلعتني منك يا حبيبي طلعتني انا وانت هتتهدي بالسلاح عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بنوارك يا لهوي يا بشبتك يا فتحيه يا فضيحتك يا بنتي يا فتحيه والله انا وافقت بس كده يعني نستنى بس وافقت عشان هو عشان انا افكر بعد كده هعمل ايه انما انا مش هسكت والمصحف ده هسكت بقى انا هوقع في البلد دي انا هقطع الشجر بتاعه وسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها اظهر لي وشي يا حمزه وريني شكلك عامل ازاي يا انت انت لسه عندك تعمل ايه يا ده انا كنت بمدح على بتاع العيش لا غور يلا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه غور وحياة امي اللي حدفك بالطوب يلا يا مجنون غور يلا يا مجنون غور يا تجدهي يا قمر ايه الحلاوه دي انا خايف عليكي من عيون الناس هتاكلك اكل ما تخش جوه اخش فين يا عبد خش جوه معلطي نفسك كده وجهزي ها وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي ليلتك ليلتي يا عروسه يا عروسه يا لهوي بس يا قمر يا ناس قمر قمر البنت دي وزه وزه ايه يا عمده دي بطه انت مال اهلك انت مالك انت ومال البط والوز انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار وكان القيامه هتقوم يا رجاله يطلعكم مراتك بالقوه حق بطرده واسمعودي طب ايه يا عم الحاج وانت كنت شويه مقضيها لي الغاز اللي بالطرده وحلقوه ده انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار خلي طلعتها غصب وتدار لا حول ولا قوه الا بالله واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه وهو ده شيخ بلد انا عارف شكل شيخ البلد انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا ماشا دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله طب وهنعمل ايه يا اخواني وهي دي فيها عمايل زي ما طلعوا من مراته بالعافيه لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده والله العظيم هفرقه على العمده ده هخلي وجه الارض كله يتفرج عليهم عمرناطه كده في حد الارض هتشوفوا هتعمل ايه يا سعيد اللي هعمل ايه انت هتشوف الليمبي هيعمل ايه هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي الواد سعيد مجنة وحسن ابو خد كبير
ونيجي نطربعها بقى على هنا في قلب الليل. بس انا اجيب المفتاح من نمو الباب الساحل اللي عشان خاطر اروح فيه لسه هنا ازاي؟ يا حول الله يا رب، الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجه تطخ عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه يا الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ ايوه. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين ايه النهارده؟ بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي؟ اعلانات؟ امال ايه؟ هو ايه صوت الميه ده؟ يا فتحية بتعمل بالجميل ويا رفع حن؟ اسمها عواطف. نكتب ولا عايز اعرف اسمها تتحرق. وده ايه ده كمان؟ بقول لك ايه بس الواد الزعان ده من هنا. اخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ امال لو مش شريف كنت هتبقى عامل ازاي؟ تجردتني يا هانم من كل قصاصاتي. يا راجل اجري، انت كلك على بعضك جريده. يلا امشي، انا هنا سيدة القصر. يلا. اسرع حقك. يا خدامة. بقول لك ايه، خدامة بس بشرف. بصي شرفك والنبي يديك ساعة على الدائري، بيننا شرف ولا غيره. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ وادعي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر؟ بصي بصي بصي، بتشتمك بتشتم جدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول؟ اخرجي يا عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البنت. لا لا لا، والنبي اتخرجي يا بنت، ساعة أكلة اسأل ايه؟ دي غلبانة. ودي ست برضك خدامة، يعني شيلي دي حطي دي حاضر زي الكلمة. اخنقك ولا اعمل فيك ايه؟ انت وشك ما فيهوش حاجة تتعمل فيها حاجة. ماشي يا بيئة يا دوكا. اسم الله عليك يا اللي جاية من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ اه. انت ان شاء الله ربنا هتموت هتاخدي ضربة من تحت باطك، ان شاء الله تخرج من صخاريخ ودانك وتبقى مجنونة في قلب التست. مش عارفه هتموتي مني ليه؟ مولعه ليه؟ ها؟ ها؟ انا واثقه من نفسي. واثقه من نفسي. انا واثقه من نفسي وعارفه انا عارفه انا عامله ازاي. ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها. لا ياخدك اجيب مرايه ليه؟ المرايه اللي وحسين يجيبوا نفسهم حلوين وانا بعرفين يا قدامه. وانا هنا سيدة القصر. قصر قصر حقك. يلا يا اخي يكسروك على الدائري ما يلاقوا بيكي حته. نصي؟ طب انا ليه عماله افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي، والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه. راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني ايه اختي وعي عم جاي من الشانزليزيه؟ اسم الله. ما كانش جاي، كان بيتنطط من الاتوبيس لتوك توك اللي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يشم في ريحه ده ويخش بمناخيره تحت الباب ده. مفيش ميه يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرقه. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ايه المزاج؟ النبي على ايامنا كان الجواز كده، كان يدخل العريس اول ما يقرا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم يروح رافع باطه والمره تروح داخله تحت باطه. اتكيفت؟ يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص خلاص، كفاية كفاية قطط قرفتيني. أنا خلاص خلصت الطماطم أهو. خلصت إيه؟ الطماطم. طماطم؟ اسمها قوطة. قوطة. اسمها إيه؟ قوطة. قوطة. قولي ورايا قوطة. 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 أيوة كده. خلاص؟ خلاص. اتفضلي. خلاص هاتي بقى الطماطم. أنت لسه قايلة قوطة. يا أختي هو كلام نسوان بعد ما المطبخ وأنا هنتكلم في إيه؟ خلاص هي دي؟ قطقطة بس كده حلوة أوي. حلوة؟ أيوة. ميرسي. بس هاتي بقى الفرقة أهي، بركة كده وبركة كده. طب والصدر؟ ما أعرف الصدر بقى زي الفل أهو، يا مرد عجيان. لا قطقطة أنا ما أقصدش صدرك أنت، أنا أقصد صدر الفرخة. ما أيوة يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب أنت عارفة الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبة بلدوج. كلمة بلدوج دي خلفت ايه؟ 4 كلاب تانيين بلدوج وماتت. سام عليا كلاب صغيرين بلدوجات ورحت خدتها وقعدت ارضع فيهم وكبروا بصلاة النبي وبقى فيهم واحدة مكتوبة دلوقتي. كلبة ايه يا قطاطة؟ انت بتشتغليني؟ انا هموت واعرف انت بتش. انا بحس ان
ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بنشوفها وبتشوفي ناس غريبه. بتشوفي ايه انت؟ احنا كنت بتفكري انا اتكلم في ايه؟ انت تفكري ان الصراط في عدد المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ يقعدوا يتكلموا على دي ويقعدوا يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما وبص تلاقي المره من دول سرح الكاتب 24 يمشي احسن مني. هي كده كلام مش وانت تعملي ايه؟ يا تاتا انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت من قدام خد مني من حاجات بيقعوا بصي جاي اهو بيشاور عليا هذا يا ولد هذا يا ولد الحب مش بالعافيه تترجفي للمراجوز فاطمة بتترجفينيش أنا لا هو أنت خطيبي؟ طب هو حبيبي ساتر يا رب يا عيني عليكي يا حبيبه امي ما لحقتيش تفرحي يا واد يا حلوان فين الزفه يا ولد ايه يا بلد مش هتزفوني ولا ايه بيان هام مش عايز اسمع هسه دبت نمله زقزقت عصفوره ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقره تنعر خصوصا في الليلة المفترجة دي فاهمين يا حوش هو فات حوش يا عمدة انت الحوش يا غبي بطاية فاهم يا عمدة فاهم غرقتك ده يا فمك نور يا الله وانت يا اختي بتتحسبك ليه يا بنت انت يا روح امك انت مش قلتلك تخلصي من زمان حاضر يا عمدة يا اخويا ها أنا عايزة إيه؟ لا لا صحيح في إيه يعني؟ تعالى يا عم وطي صوتك طيب على إيه؟ إيه بلد من عندنا بالراحة بالراحة إيه ده؟ خير يا نور عيني خير يا راجل مالك في إيه؟ لا 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 الزفة خلصت وأنت كلك نظر يعني بعد الزفة إيه؟ الإجراءات يعني انت يا راجل مش زفيت وتزفت وتنيلت بستين نيلة في ايه تاني؟ واني يعني حجيب العيل بالزفة بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدة ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا اني؟ حصل ايه اللي جد؟ ما جدش سيبيني والنبي اخرج بس تعال هنا هو ايه؟ قدامي على السرير فين؟ اطلع على السرير حاضر يا بنت ادري حاضر نعم اهو وطي اللندا يا عمدة ليه هي غارق وطي اللندا حاضر يا متدر ايه العجلبيتك يا عمدة سر الشر يا متدر ايه العجلبيه يا عمدة ومن نجمة تقومي يا بيت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بيت تنظفي الدار العروسة قال والنبي والنبي يا رب ف
فكني بلعبتي وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي فتحية سليبي تمام. يا حبيبتي حبيبتي تلحق. ايه رايك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سليبي عامل ايه؟ الحمد لله اخيرا فتحية القدر جمع بعضنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي. أخيراً السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حبيبتي فتحية أنا قولي عني. أنا إيه؟ أنا جعان أوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال أيوه تعال شوف أكل العروسة. الأكل بينادي أكاله. كل ما تحبيسي يبري. الحمد لله ربنا بيرفع من هنا وبيمسل من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهيم ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فين؟ انا روحت بينك والكنز راح كمان. لا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو. هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى الخيرات ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه واقول نعت واروح واخد برضه متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي. هو ده الكنز. يا بصيرتي يا بصيرتك يا فتحي نهار كسوت يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصيرتي. بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيكي عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه فتحي انا سالت واستقصصت. ها سالت واستقصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض ان احنا متجوزين بعض من سنين او من زمان او يعني من يومين. فاحنا مفيش انت تحلي لي دلوقتي يا بت انت تحلي لي. والجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني انا دلوقتي عايزه يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايفه ده كده ده انا هقوم ده انا هموت. اهرب 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 يا ولد. انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم منزل على المركز وابوع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. مجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى لا صاحي طبعا خلا حضرت العمدة وهيتك عايز اتنين لبن ده حليب ومعهم بصمتين وخيارة. خيارة؟ ايوه داني اللي حديك من منقي خيار
بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سيلبي. صباح الخير يا طلحة. حياتك بقى زود الاوردر عشان قدر صحي تقابل مرة تفطر معانا. انا عارف انه ده راست اوردر اهو. اطلب بقى انت عايز ايه؟ انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طلب مني شايبة حليب وصوتين وخيارة انما القته علي يعني ده اني حصرب من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. ايه ده تعمل ايه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي. مراتي وانت واخدها مني غصبانية. ومن ساعة ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي. يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركة يا عريس. صباح يا بركة يا عمدي. اصحى يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شوية. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رأيي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي ها؟ وتقول لهم مشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار. انت بقيت بتعوم في قلب العار. نطلق كلك على بعضك كده عار في عار. كفاية كده يا سيليبي. الراجل ده برضو في بقابة ابويا. شايف انا نام اصيلة البت دي والله بصون العيش والملح. والله بحبك يا سيليبي. وانا يا بنت مموت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيب بوته بقى. يبقى يا سيدي. هذا الموقف بيسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى مش كفايه عسل باقي. هل رايح وراجع ما تتحركش. انا هتحرك فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. تخاف ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي. انا مش فاضي. انا ايه ده بيتك وده مطرحك ودي مراتك وحرضيك وهنسويه وحرضيك والله. بس اصبر عليا بس راجع لنا. حضرتك وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. عملنا حنوبه على صدري. انا عقبال نستنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سيلبي. بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سيلبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شاهد التربه ده والجلابيه. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيه مباركه يا عمده. خليك افشل افشل جن. خليك افشل جن. بس انا هنكيف على وشي يا سيدي. كده حلو قوي. بس بسرعة. اللي جابك الحته دي هنا مش عارف انت جاي بيه. بسرعة يا سليم زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه بس يلا تعالى اركب وخلاص. حاضر حاضر يلا انا بهلك على ملك يا سليم. طب تخبي وشك يا سليم. تخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي يا فضحتك يا عمدي. يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا عمدي يا فضحتك يا عمدي يا فضحتك يا عمدي يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي. ايه يا دي حمار انت ما تتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي. يا نهار مش فايت. The kick decided the game. ده مين اللي بيلعب ده؟ ده برشلونة. لا ما بحبش برشلونة. أنا عايزة إمبي. حاضر. حاضر. بعد الجيم ده. يلا دوسي إكس. أدوسي إكس؟ آه. فين الإكس؟ إكس بس مش إكس، اسمي إكس. فين الإكس؟ أهو. أهو. عشان إيه بقى؟ آه بيباصي بيباصي. بيباصي؟ أه؟ إيه بيباصي؟ بيباصي يعني بيعمل كده. من راسي لا ما يقصدش هو بيوقعهم وهم بيوقفوا ما يقصدش يا قطاط. يلا
انا الخناق الحكم خلاص صف بيوعي لعيبه خلاص قال لك جيم اوفر خلص ما تيجي نرقص شتحت الحدوته يا قططه ما انا راكد حدوته بس تعال نرقص يلا ماشي يلا يلا اللي تحت ويا اللي ايه ده لا اللي تحت ايه ده هتجيب المطرب هنا تامر حسني هكلم تامر حسني ليه هشغل مزيكا حمجي حمجي لا محمد حمجي يلا 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 انا ده حلو قوي يلا طب طب النبي عليكي يا قطة يا قطة أنا ما كتبوش كده والله لو أنا مرة أمك وأبوك يكلموش بس ماتوا تحت الفيل والله كلام يا فني تحت ويا ديبو يا ديبو يا ديبو يا ديبو يا ايه ده؟ نبيس! نبيس! نعم! يا دكتور! يا دكتور! دكتور! انت اسماعيل زب! نعم! يا دكتور!